مساء الخير. رئيس أركان جيش الاحتلال: احتمال نشوب حرب على جبهة لبنان الكبير. العدو يبقي على الجنوب ساحة ملتهبة ويحرق منزلا عند أطراف بلدة بليدة. غزة تطوي اليوم الرابع بعد المئة على العدوان وتسجل اليوم دخول أدوية ومساعدات بالاتجاهين. نتنياهو: لن نوقف الحرب قبل القضاء على حماس وإعادة المحتجزين. باكستان ترد بالصواريخ على الهجوم الإيراني وتهدد طهران. والصين تعرض الوساطة بين الطرفين. إطلاق تجمع دولة لبنان الكبير من بكركي. البداية من الجنوب: الغارات الإسرائيلية مستمرة على جنوب لبنان، وحزب الله يستهدف موقع بركة ريشة بالأسلحة المناسبة ويحقق إصابات. في الجنوب: سقطت قذيفة معادية بين المنازل في بلدة حولة الجنوبية، واستهدف العدو أطراف ميس الجبل بالقذائف الدخانية والفوسفورية، كما استهدف كفركلة والخيام ووسط سهل مرجعيون ومحيط حمامس. بالتزامن، قصف مدفعي إسرائيلي استهدف محيط بلدتي بليدة وعيترون جنوب لبنان. إلى ذلك، غارتان لطائرة مسيرة إسرائيلية استهدفتا بلدة كوكبة ومحيطها في القطاع الشرقي من جنوب لبنان. هذا وقصف صفت مسيرة معادية سيارة قرب كوكبة. وكان العدو مشط ليلا محيط موقع العباد العسكري بالأسلحة الرشاشة الثقيلة. تزامنا، حزب الله استهدف موقع بركة ريشة بالأسلحة المناسبة وأصابها إصابة مباشرة. كذلك تم إطلاق 5 صواريخ من لبنان تجاه مستوطنة المنارة. من جهة ثانية، رئيس أركان جيش العدو هيرسي هاليفي قال: ازداد احتمال نشوب حرب في الشمال مقارنة بالماضي، وعندما نحتاج لذلك سنمضي إلى الأمام بكل القوة. وأضاف: نعمل لرفع الجهوزية للحرب في لبنان، ولدينا الكثير من العبر من الحرب في غزة، والعديد منها ملائمة أيضا للقتال في لبنان. الحرب على غزة في يومها 104، قصف متواصل ودخول أدوية ومساعدات. ونتنياهو يقصي وزير الأمن يوآف جالنت ورئيس الأركان هيرسي هاليفي من اتخاذ القرارات المتعلقة بإجراءات نقل الأدوية إلى القطاع. في اليوم الرابع بعد المئة من الحرب على غزة، أعلنت كتائب القسام استهداف وقتل 5 من جنود الاحتلال شرق خان يونس، فيما اعترف جيش العدو الإسرائيلي بمقتل 3 ضباط وجندي وإصابة 35 في معارك غزة. وبينما أعلنت وزارة الصحة في غزة استشهاد 163 فلسطينيا خلال 24 ساعة الماضية، يستمر لليوم السابع على التوالي انقطاع الاتصالات والإنترنت عن القطاع، فيما إدارة الرئيس الأمريكي جو بايدن تضغط على العدو الإسرائيلي لإعادة الاتصالات إلى غزة خشية أن يصعب انقطاع الكهرباء معرفة ما يحدث بين حماس وجيش العدو. تزامن ذلك مع إعلان قطر دخول أدوية ومساعدات لقطاع غزة مساء أمس بعد وساطتها، مقابل إيصال أدوية للرهائن الإسرائيليين لدى المقاومة. بينما أفادت القناة الإسرائيلية بأن رئيس وزراء العدو بنيامين نتنياهو أقصى وزير الأمن يوآف جالنت ورئيس الأركان هيرسي هاليفي من اتخاذ القرارات المتعلقة بإجراءات نقل الأدوية إلى قطاع غزة. من جانبها، نقلت شبكة NBC عن مسؤولين أمريكيين قولهم إن الانقسامات بين إدارة الرئيس جو بايدن ونتنياهو باتت أكثر وضوحاً بعد زيارة وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكينغ الأخيرة إلى الكيان الإسرائيلي. وقالت إن بلينكينغ أكد لنتنياهو أنه لا حل عسكرياً بشأن مصير حركة حماس، وأمن على الكيان الإسرائيلي الاعتراف بذلك. نتنياهو في مؤتمر صحفي يقول: وافقت على إدخال أدوية لقطاع غزة مقابل إدخال أدوية لأسرانا، ولن تدخل أي شاحنة دون فحص أمني. توتر خطير، باكستان تشن هجمات انتقامية على إيران.
بعد يومين من الهجوم الإيراني ضد مواقع في باكستان والذي أدى إلى تأجيج العلاقات بينهما، شنت باكستان ضربات صاروخية على إيران معتبرة أنها أصابت مخابئ للإرهابيين في إقليم سيستان وبلوشستان الحدودي. وفيما أفادت الخارجية الباكستانية بأن الهجوم هو دفاع عن النفس ونفذ بشكل دقيق ومنسق وبناء على معلومات استخباراتية موثوقة، قال مسؤول أمني باكستاني إن قواتنا بحالة تأهب وأي مغامرة إيرانية أخرى غير محسوبة سنتصدى لها. وكالة الأنباء الإيرانية إرنا أفادت عن ارتفاع عدد قتلى الهجمات الباكستانية على سروان إلى 9، وأوضح وزير الداخلية الإيراني أن القتلى يحملون الجنسية الباكستانية. وزارة الخارجية الروسية دعت إيران وباكستان إلى إظهار أقصى درجات ضبط النفس وحل خلافاتهما من خلال الدبلوماسية. وفي وقت سابق أعلنت وزارة الخارجية الصينية أن الصين مستعدة للتوسط بين باكستان وإيران. بدوره أكد وزير الخارجية التركي هاكان فيدان أن إيران وباكستان لا تريدان تصعيد التوترات في المنطقة. تصريحات فيدان جاءت بعد اتصالات مع نظيريه الباكستاني والإيراني. صوت البرلمان الأوروبي على قرار يقضي بوقف إطلاق النار في غزة والإسراع في إيصال المساعدات الإنسانية إلى القطاع، ودعم القرار الأوروبي عمل محكمة العدل الدولية، وأكد أهمية طرح مبادرة أوروبية جديدة تهدف لاستئناف المسار السياسي، محذرا من تداعيات عنف المستوطنين الإسرائيليين في الضفة الغربية. وزير الخارجية الإيراني حسين أمير عبد اللهيان دعا في حديث مع نظيره البريطاني ديفيد كاميرون كلا من لندن وواشنطن لوقف دعمهما للجرائم الصهيونية ضد الفلسطينيين، وأوضح أنه لا يحق للندن وواشنطن جعل أمن المنطقة رهينة بيد رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو. بالعودة إلى محلياتنا، الرئيس بري جاهز للدعوة إلى جلسة انتخابية، لكن بشرط وفي عين التين النائب أبو فعور وقائد الجيش. رئيس مجلس النواب نبيه بري وجه دعوة مباشرة إلى كل الجهات المعنية بالملف الرئاسي بأن الظرف الحالي الذي تمر به المنطقة وما استتبعه من تطورات على الجبهة الجنوبية يوجب أن نتلقف الفرصة لتحصين البلد وانتخاب رئيس للجمهورية، وهو على جهوزية دائمة لأي تحرك من شأنه أن يكسر حلقة التعطيل. والشرط الأساس لذلك هو تجاوب كل الأطراف واستعدادهم لحسم الملف الرئاسي والتوافق على انتخاب رئيس. ولفتت أوساط عين التين إلى أن الرئيس بري لا يغيب الملف الرئاسي عن لقاءاته التي يجريها، خصوصا في محادثاته مع المفادين والسفراء، حيث يقارب هؤلاء موضوع الرئاسة من زاوية الضرورة الملحة للتعجيل بحسمه وانتخاب رئيس. ورئيس المجلس يرحب بأي مسعى خارجي يرمي إلى إنهاء الأزمة الرئاسية، وضمن هذا التوجه بادر إلى تشجيع القطريين على استئناف مسعاهم. من جهة ثانية، الرئيس بري بحث مع عضو كتلة اللقاء الديمقراطية النائب وائل أبو فعور في الأوضاع العامة وشؤون تشريعية، والتقى قائد الجيش العماد جوزيف عون مع وفد من العائلة شكره على تعزيته بوفاة والدته. على صعيد آخر، الرئيس بري التقى مستشار الأمن القومي ومدير جهاز المخابرات القبرصي تاسوس تيونيس والوفد المرافق، وتم عرض للأوضاع العامة في لبنان والمنطقة وآخر التطورات والمستجدات الميدانية مع مواصلة إسرائيل لعدوانها على قطاع غزة ولبنان، إضافة إلى العلاقات الثنائية بين لبنان وقبرص. الرئيس ميقاتي يستغرب الحملات المتجددة عليه وعلى الحكومة، ويدعو لتقديم حلول عملية بدل الاكتفاء بالرهان على متغيرات ما أو رهانات خاطئة. المكتب الإعلامي لرئيس حكومة تصريف الأعمال نجيب ميقاتي وفي بيان له أشار إلى أنه في خضم العدوان الإسرائيلي على غزة وجنوب لبنان انطلقت حملة سياسية وإعلامية على الحكومة وعلى الرئيس ميقاتي شخصيا على خلفية الموقف الذي أعلنه في مجلس الوزراء. وتراوحت الاتهامات كالعادة بين تجيير الخيار الاستراتيجي للدولة لأطراف داخلية وخارجية أو الحديث عن انقلاب على اتفاق الطائف أو رهن لبنان لمحاور خارجية وما شابه ذلك
من اتهامات أيضا. وقد تجاهل مطلقو هذه الحملة مسألة أساسية، وهي أن الموقف المعلن للرئيس ميقاتي كان أبلغه لجميع المعنيين في خلال الاتصالات واللقاءات الدبلوماسية والسياسية التي أجراها منذ اليوم الأول للعدوان الإسرائيلي، وطالب الدول الفاعلة والمؤثرة بالضغط على إسرائيل لوقف عدوانها على غزة والتوصل إلى وقف لإطلاق النار، ومن ثم العودة إلى البحث في الحل السياسي الذي تقوم ركيزته الأولى على حل شامل وعادل للقضية الفلسطينية، وهو موقف ومطلب عربي موحد. وفي الجلسة الأخيرة لمجلس الوزراء الأسبوع الماضي، أكد ميقاتي للوزراء أهمية وقف إطلاق النار للانطلاق إلى البحث في حل مستدام ومنصف بالطرق الدبلوماسية بعيدا عن المعارك، كما نادى بالتأكيد على الحل السلمي وحماية لبنان ودعم أي مبادرة دبلوماسية خاصة، وأن لبنان يحترم كل القرارات الدولية من اتفاق الهدنة عام 1949 وصولا إلى القرار 1701. وأوضح البيان بأنه يستدل مما سبق أن ما قاله ميقاتي يندرج في سياق موقف متكامل واضح المقصد والرؤية، وأي اجتزاء أو تشويه لهذا الموقف لا يلغي الحقيقة الثابتة بأن مدخل الحل لكل أزمات المنطقة هو في إرساء الحل العادل للقضية الفلسطينية. وما نشهده من توترات متنقلة بين الأراضي الفلسطينية وجنوب لبنان والبحر الأحمر وغيرها من الأماكن يؤكد صوابية ما حذر منه ميقاتي على الدوام ومطالبته بشمولية الحل لكل الأزمات. وتابع: إن الرئيس ميقاتي إذ يستغرب الحملات المتجددة عليه وعلى الحكومة، يطالب الأطراف المعنية بهذه الحملة بالتقديم حلول عملية لما يحصل بدل الاكتفاء بالانتقاد. ولفت البيان إلى أن ميقاتي يدعو جميع القيادات اللبنانية إلى التضامن في هذه المرحلة الدقيقة والابتعاد عن الانقسامات والخلافات المزمنة التي لا طائل منها، كما يدعو من ينتقدون عمل الحكومة وسعيها الدؤوب لتسيير أمور الدولة والمواطنين رغم الظروف الصعبة إلى القيام بواجبهم الأساسي في انتخاب رئيس جديد للبلاد، ليكون انتخابه مدخلا حقيقيا إلى المعالجات الجذرية المطلوبة. وأضاف البيان بأن ميقاتي يعتبر أن المزايدات المجانية في هذا الموضوع لا طائل منها، ورئيس ميقاتي ليس في حاجة إلى شهادة حسن سلوك من أحد، فهو من منطلق معرفته الدقيقة بالواقعين الداخلي والخارجي يدعو على الدوام إلى التفاهم والخيارات السلمية وانتهاج الوسطية قولا وفعلا. سلسلة لقاءات دبلوماسية وسياسية لرئيس الحكومة في السراي، ويقول: نقف إلى جانب أي دولة عربية ضد أي اعتداء نتعرض له. في السراي الحكومي التقى رئيس الحكومة نجيب ميقاتي وزير الخارجية عبد الله أبو حبيب، وعرض معه نتائج الاتصالات التي أجراها في دافوس مع عدد من قادة الدول ورؤساء الحكومات ووزراء الخارجية، حيث شرح الأوضاع في جنوب لبنان. وتطرق البحث بين رئيس الحكومة ووزير الخارجية إلى نتائج اجتماع مجلس جامعة الدول العربية على المستوى الوزاري الذي انعقد أمس والبيان الصادر عن الاجتماع. وأكد رئيس الحكومة الوقوف المطلق إلى جانب أي دولة عربية ضد أي اعتداء تتعرض له، وقال: نحن نقف إلى جانب العراق ضد القصف الإيراني الذي تعرض له إقليم كردستان العراق. واستقبل رئيس ميقاتي قائد الجيش العماد جوزيف عون مع وفد من العائلة، شكره على تعزيته بوفاة والدة قائد الجيش. الرئيس ميقاتي التقى وفدا من كتلة الاعتدال الوطني، ضم النواب وجيه البعريني، محمد سليمان، سجي عطية، وأحمد رستم. أكدنا على انتخاب رئيس بأسرع وقت ممكن، لأنه الناس اليوم ما عاد فيها تحمل. وناقشنا مع دولة الرئيس موضوع الأمطار اللي حصلت وسببت كتير أذى في عكار، وطلبنا أنه يصير في مسح لهذه الأضرار ويكون في مساعدة للمزارعين. كما اجتمع الرئيس ميقاتي مع سفيرة كندا في لبنان ستيفاني ماكولم، التي أعلنت بعد اللقاء أنه تم التطرق إلى مواضيع الساعة، ومن بينها وقف التصعيد، الاستحقاق الرئاسي، والأوضاع الاقتصادية في لبنان. الرئيس ميقاتي استقبل أيضا مستشار الأمن القومي ومدير جهاز المخابرات القبرصية تاسوس تازيونيس.
سفير الصين في لبنان تشام نينجان كشف بعد لقائه الرئيس ميقاتي في حضور رئيس مجلس الإمناء والإعمار المهندس نبيل الجسر عن أن الحكومة الصينية وافقت على تقديم هبة جديدة للبنان لتوليد الكهرباء بالطاقة الشمسية لمراكز أوجيرو. بدوره أعلن الجسر أن هذا المشروع يؤمن تغطية كامل الطاقة الشمسية لنحو 352 مركزا لأوجيرو، ويتم التحاور مع الجانب الصيني من أجل القيام بمشاريع جديدة مع الدولة اللبنانية. في مجلس النواب استقبل نائب رئيس مجلس النواب الياس بوصعب سفير مصر على موسى، وتناول البحث مجمل الأوضاع العامة على الساحة الداخلية وكذلك التطورات الأخيرة جراء الحرب على غزة والاعتداءات الإسرائيلية على لبنان. وأشار بوصعب إلى أن فكرة فتح جبهة الحرب هي في غاية الخطورة وأن الحل الوحيد هو بالطرق الدبلوماسية، مشددا على أهمية مواصلة بذل الجهود الدبلوماسية للتوصل إلى حل لوقف الحرب والانتقال من بعدها إلى المرحلة التي تلي وقف إطلاق النار في لبنان بما فيها ملف الترسيم البري. وكان السفير المصري علاء موسى قد استقبل نظيره السعودي في لبنان وليد البخاري، حيث تبحث في تطورات الأوضاع الإقليمية والاستحقاقات السياسية في لبنان، وتناول اللقاء تبادل الرؤى وتنسيق المواقف المصرية السعودية تجاه لبنان الشقيق والبحث في سبل الإعداد الجيد للاجتماع المقبل للجنة الخماسية. فاصل ونعود. أحييكم مجددا ونتابع قراءة النشر. في الصرح البطريركي، طاولة حوار المجتمع المدني أطلقت تجمع دولة لبنان الكبير بحضور البطريرك الراعي وعدد من الفعاليات السياسية. أطلقت طاولة حوار المجتمع المدني تجمع دولة لبنان الكبير في الصرح البطريركي في بكركي بحضور البطريرك الماروني الكاردينال مار بشارة بطرس الراعي ومشاركة الرئيس أمين الجميل والنائبين أشرف ريفي وأديب عبد المسيح مصطفى هاني فحص، الدكتور أنطوان مسرة والسيدة حياة رسلان. اليوم يوم وطني بامتياز، يوم فعل إيمان بلبنان. سنسمع مضمون هذا الإيمان من خلال الشخصيات الست الذين سيتكلمون. أنا سأكون مستمعا مثلكم، لأني أود أن أتعلم من المتكلمين، أتعلم منهم نظرتهم ورأيهم. أنا الأوان أن ينفذ لبنان نفسه بأن تتلبنن كل المكونات فتكتمل الحالة اللبنانية وتتكامل دون امتيازات، فقط بضمانة الدولة القوية القادرة. إلا إذا أردنا لبنان لبنانات موزعة إلى مناطق نفوذ وفق مصالح الغير على حساب المصلحة الوطنية. نحن نتعهد اليوم ومن هذا الصرح الكبير ومن هذا الصرح الوطني الكبير أن نبقى معا لنستعيد السيادة ونرفع الوصاية ونحمي الدستور ونفعل المؤسسات. نتعهد أن نمنع تحويل لبنان إلى ساحة لتصفية الحسابات الإقليمية. نتعهد أن نعيد للدولة هيبتها وأن يكون الجيش والمؤسسات الأمنية الشرعية وحدها فقط من تمسك زمام الأمن. جل ما نطمح إليه أن يكون وطناً، وطن للبنانيين، فقط للبنانيين وجميع اللبنانيين بالتساوي، التساوي بالحقوق والواجبات والمسؤوليات. لبنان بلد لم نرتقي به بعد لمصاف الأوطان، بل جعلناه ساحة صراع طائفية وأرض محاصصة. فتعرض الجنوب لحروب واجتياحات،
وخسائر بالأرواح والثروات إلى أن حققت مقاومته بكل صنوفها ما لم يحققه من رفع اسم فلسطين فقط على فروعه الأمنية. فنحن نعول أكثر على طموحنا وعلى عقولنا وعلى آمالنا التي لا حدود لها والعالم يشهد علينا. مررنا ونمر بصعوبات جمة وبأزمات، لا بل بكوارث ليس أقلها تفجير المرفأ ولا الشعور الرئاسي أو تداعي المؤسسات. وبالعودة إلى الحرب الدائرة على غزة، ورد الآن بأن جيش الاحتلال عثر أو أعلن أنه عثر على 21 جثة محتجزة في خان يونس وتم نقلها إلى الداخل. زار مفتي الجمهورية الشيخ عبد اللطيف دريان وزير الدولة في وزارة الخارجية القطرية الدكتور محمد الخليفي في الدوحة، وأفاد المكتب الإعلامي في دار الفتوى أن الوزير الخليفي أبدى كل الدعم والمساعدة التي كانت وما زالت وستبقى من دولة قطر للبنان واللبنانيين. وفي تصريح له قال المفتي دريان: لدينا أمل وثقة مطلقة أن تثمر المساعي والجهود المهمة والمميزة التي تقوم بها قطر مع الأشقاء العرب في اللجنة الخماسية بالعمل المشترك من أجل لبنان للوصول إلى نتائج إيجابية بالتوافق والوفاق لانتخاب رئيس للجمهورية اللبنانية. وأضاف: ما تقوم به اللجنة الخماسية بخصوص لبنان هو خارطة طريق يبنى عليها. على هامش زيارته الرسمية للدوحة، التقى وزير الداخلية والبلديات بسام المولوي نظراءه التونسي والعماني واليمني، وخلال لقائه نظيره الأردني مازن عبد الله هلال تناول البحث عن الملفات الأمنية، لا سيما ما يتعلق بتهريب المخدرات وما تقوم به الأجهزة الأمنية في البلدين لضبط عمليات التهريب خصوصا إلى دول الخليج العربي، وتم التوافق على استكمال المحادثات في أقرب وقت. قائد الجيش العماد جوزيف عون التقى في مكتبه في اليرزي النائب ملحم رياشي، وثم التقى النائب ملحم طوق وتناول البحث الأوضاع العامة في البلاد. استقبل المدير العام للأمن العام بالإنابة اللواء الياس البيسري في مكتبه مدير المخابرات الخارجية لجنوب أفريقيا ونائب المدير العام للأمن الدولة، وبحث معه الأوضاع العامة وتداعيات الحرب في غزة وانعكاسها على المنطقة لا سيما لبنان، بالإضافة إلى التنسيق والتعاون بين المديرية العامة للأمن العام وجهاز المخابرات جنوب أفريقيا بهدف إيجاد سبل لوقف التصعيد وخفض التوتر الحاصل، بحسب البيان لمكتب شؤون الإعلام في المديرية. نقيب المعلمين في المدارس الخاصة نعمي محفوظ أشار إلى أنه دعا المجلس التنفيذي للنقابة إلى اجتماع عند الساعة 8 مساء أي بعد قليل لاتخاذ القرار بناء على تقويض الجمعيات العمومية، إما البدء بالإضراب اعتبارا من يوم غد وإما ابتداء من يوم الاثنين المقبل. وكان وفد من نقابة المعلمين في المدارس الخاصة قد زار رئيس الكتائب النائب سامي الجميل شارح موقفه. محفوظ قال بعد اللقاء: الكتائب هو الحزب الوحيد الذي دعمنا في معركتنا الأخيرة. وكان رئيس الكتائب قد التقى النائب رئيس البعثة الأسترالية لدى لبنان القائمة بالعمال الأسترالية أماندا ماكريغور، وجرى بحث في تطورات في المنطقة وجنوب إفريقيا. في المجلس النيابي جلسة للجنة المرأة والطفل برئاسة رئيستها النائبة عناية عز الدين لدرس اقتراح القانون الرامي إلى إلغاء التمييز ضد المرأة المتزوجة في قانون التجارة البرية. لأن بقاء المادة 14 في قانون التجارة أصبح غير متآلف مع روحية هذه التعديلات وواجب إلغاء هذه المادة، و أيضا عززنا هذا الموقف برأي هيئة التشريع والاستشارات الذي أفاد بأن النظام الذي يرعى أموال الزوجين المنقولة وغير المنقولة في لبنان المطبق لدى جميع الطوائف اللبنانية يعني بالأحوال الشخصية دون استثناء هو نظام فصل الأموال ريجيم دو لا سيباراسيون دي بيان.
إذن عند كل الطوائف الذمة المالية للمرأة غير مرتبطة بالذمة المالية للرجل، وهذا إلغاء هذه المادة لا يتعارض مع قانون الأحوال الشخصية، وبناء عليه أقرت اللجنة إلغاء هذه المادة 14 من قانون التجارة البرية. اعتبر النائب ملحم خلف أنه في اليوم 364 يوم القارب اللبناني متروك من دون قبطان لأهواء عواصف عاتية بدأت تلوح الرياح فيها لتقذف البلد إلى المجهول. في هذا الظرف الصعب والعصيب بح صراخ الشعب، إنه يستغيث، أين القبطان؟ أين البحارة؟ إنه زمن الإنقاذ من الإنقلاب. الأولوية هي في انتخاب رئيس للجمهورية فوراً وبحكم القانون وفقاً لأحكام الدستور. إن القاعة العامة في مجلس النواب تنتظركم لجلسة واحدة مفتوحة بدورات متتالية لا يقفل محضرها إلا بإعلان انتخاب رئيس للجمهورية. حالة أو حلقة نقاش حول مكافحة سوء التغذية وتعزيز التعليم العادل نظمتها مؤسسة الرؤية العالمية في لبنان لاتخاذ الإجراءات اللازمة للحد من سوء التغذية خاصة عند الأطفال. أغرقت الأزمة الاقتصادية سكان لبنان في براثن الفقر، مما أدى إلى حرمان عدد كبير من العائلات أنظمة غذائية صحية وبدرجة كافية، خاصة أولئك الأصغر سنا والذين ينتمون إلى الفئات المهمشة والأكثر فقرا. من أجل ذلك نظمت مؤسسة الرؤية العالمية في لبنان بمشاركة وزير الشؤون الاجتماعية هكتور حجار ومدير برنامج الأغذية العالمية عبدالله الوردات والمدير الوطني للمؤسسة هانس بيتركسكي حلقة نقاش حول مكافحة سوء التغذية وتعزيز التعليم العادل لاتخاذ إجراءات عاجلة لمنع الفقر الغذائي. ما لنا حل بالوضع اللي نحن فيه إلا على استراتيجية وطنية للحماية الاجتماعية. بهذه الاستراتيجية بده يكون عندها نقطتين، نطلع من مطرح بيقول نحن عم نساعد الناس، لا، مبدأ بيقول حق الناس على الدولة لأنه المواطنين أنه يكونوا مدعومين ومحميين، بأول نقطة. نقطة الثانية، الموضوع ما بيطال فئة منطقة، بيطال لا فئة ولا منطقة، عنده البعد الشامل. كل العمل بالاستراتيجية هو تنصب جهدنا على منح عند البعد الشامل لتأمين التعليم، لتأمين التغذية، لتأمين سبورت، دعم لهالأطفال تيقدروا يكون عندهم الاستقلالية حتى المادية من طفولتهم، مع مجموعة خدمات، مع نظام متكامل للإحالة ما بين الوزارات وما بين الجمعيات المحلية والدولية، تيكون في عنا مجتمع سليم. وإلى أخبارنا العربية والدولية، أفاد مصدر ميداني لوكالة سبوتنيك الروسية عن مقتل 11 شخصا وإصابة 3 آخرين بقصف الطيران الأردني لريف سويداء جنوب سوريا. ويذكر أن سلسلة انفجارات دوت في الريف الجنوبي لمحافظة سويداء جنوب سوريا ناجمة عن استهداف طيران حربي رجح أنه تابع لسلاح الجو الملكي الأردني حينها، ولم يصدر أي تعليق عن الجيش الأردني الذي نادرا ما يعلن عن تنفيذ غارات في سوريا، لكنه ينشط منذ سنوات في مجال إحباط عمليات تهريب أسلحة ومخدرات آتية من سوريا. وفي الخبر الأخير، أشار المدير في مجلس الأمن القومي بالبيت الأبيض إلى أن الولايات المتحدة تأمل في إمكانية إجراء مزيد من المحادثات المثمرة حول البرنامج النووي الإيراني عندما تنتهي أزمة الشرق الأوسط مع مرور الوقت. مشاهدينا، هذا كل شيء، شكرا لحسن المتابعة وإلى اللقاء. We'll be right back.